أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: عندي بعض الأولاد أصيبوا بأمراض نفسية واكتئابات، هل يؤجرون على صبري عليهم؟ وما هي أسباب هذه الأمراض في وقتنا الحاضر؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: وبشر الصابرين، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والأنفس والأموال والثمرات. بشر الصابرين، إذا أصيب الإنسان في نفسه أو أصيب في قريبه أو ولده، صبر على ذلك احتسابا لوجه الله ورضا بقضاء الله وقدره، فإنه يؤجر على ذلك أجرا عظيما. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.